تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بافتتاح أكاديمية البادل العالمية في مملكة البحرين. ويأتي هذا الافتتاح انعكاسا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في الارتقاء بالرياضة البحرينية وتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي، وترسيخا للالتزام الأكاديمية بتطوير رياضة البادل عبر توفير بيئة تدريبية بمعايير عالمية رفيعة المستوى الذي يضعها في مصاف المراكز الرياضية العالمية القادرة على استضافة أبرز بطولات رياضة البادل. وبهذه المناسبة أكد السيد فهد فوزي كانو رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبادل بأن افتتاح أكاديمية البادل العالمية فرعهم الأول في المملكة يعتبر إضافة لمجتمع البادل، حيث يأتي هذا المشروع الرياضي الرائد تجسيدا لرؤية ملك البلاد المعظم الداعم الأول للحركة الرياضية. وفي هذا الصدد أعرب السيد علي العارف الرئيس التنفيذي لأكاديمية البادل العالمية عن اعتزازه بافتتاح أول فروع الأكاديمية في المملكة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد محورية في مسيرة الأكاديمية الرامية إلى ترسيخ رياضة البادل وتعزيز حضورها في المنطقة. من جانبه أكد السيد علي دواني المدير العام لشركة كورتس باد سبورت أن استقطاب أكاديمية البادل العالمية إلى مملكة البحرين يجسد ثقتهم في البيئة الرياضية المزدهرة في مملكة البحرين.